السلام عليكم، انا حابب نعرف كيفاش كنتو تعيشوا قبل ما تدخل الانترنت في العالم. دونك نشوفوا اليوم الحصص والمسلسلات والافلام والرسوم المتحركه والالعاب اللي كنا ندوزو بهم الوقت قبل ما تجي الانترنت، قبل ما تدخل اليوتيوب علينا. انا ماشي معاكم شايفين على الاغنيات هاد الحصه. هي الحصه تاع الحديقه الساحره اللي ما عرفتوهاش كيما راكم تعرفوا. الحصص هادي اللي نهضر عليهم هي حصص افلام ومسلسلات الالعاب اللي كان الجيل تاع الثمانينات والتسعينات كانوا يلعبوها. دونك اذا انت من هذا الجيل وعندك خوتك وصحابك ولاد عمك ولاد خالك، عيط لهم يجيو يشوفوا ويتفكروا لي سوفونير معانا. باسكو اليوم صباح شفت ان ستاتيو في فيسبوك اللي فكرني وعطاني الفكره باش ندير فيديو على هذا السوجي. دونك نبداو بالالعاب لي الجيل تاع دوكا مالوغوزمون كتر ما يعرفوهمش. باغ اكزومبل تشيكا، نلعبو بالبواش تاع الكازوز، لي بوس، الزربوط، بالون شكارة حليب. شكون لي ميشفاش بالون شكارة حليب؟ يرميو لنا الميدو زبلو، نروحو نجيبو شكارة حليب، نعاودو نجيبو جورنال الوراق ونعاودو نعمرو ونعاودو نلعبو إلى ما لا نهاية، من 8 تاع الصباح لتمنية تاع الليل. والماتش ما يخلص، يخلص 50-45 ويا رايح. وش تاني كنا نلعبو؟ تشيلا، غميضة، سرقوا البوليسي كنا نلعبو. وش كنا نلعبو تاني؟ كنا نلعبو، وش كنا نلعبو تاني؟ كاين بزاف ألعاب نسيتهم. دونك إلا راكو متفكرين لعبة هكذا كنا نلعبوها كنا صغار، خلوها لي في الكومنتار. نصوتيو دوكا للحصص اللي كنا نتبعوهم كي كنا صغار. كيما راكو على بالكم الجيل ديالنا تاع الثمانينات و التسعينات، ما كناش نقراو بالتنين والخميس العشية، وعندنا الجمعة طفال جورني. دونك كانت عندنا استراحة الاثنين مع بابا نلقى، كانت عندنا من البطل مع سميع الزيتوني، كانت عندنا تاني كانت بالجمعة بين الثانويات، كان عندنا بالتنين واحد الحصة رياضية مع حفيد الراجي، باسكو كان في الأرضية اللي كنا نشوفو كل أربعة. مع تشامبيونز ليغ راني شافي بالاربعة العشية، وكانت الحصة فلاش كيف وما كانش إلا تشفاب. إلا تفكرتو هكذا كاش حصة نباصيو للحصص تاع فرنسا، كان بكري حصة معروفة ومحبوبة، محبوبة الجماهير، وين جوه السبعة ناس قاع قدام التلفزيون هي بيج ديل. كانت لاود لا فورتون، كانت لو جوست بري تاع فيليب ريزولي لا تشفاو، كان يشد الميكرو يرميه يعاود يشدو. كانت فور بواير تاع بكري خيم تاع دوكا مليار الخطرة. إذا كاين حصص واحد أخرين زيدو افكاروني. الجيل تاع الثمانينات و التسعينات كانوا يتبعو المسلسلات تاني إلا تشفاو لهم، كانت كاساندرا، أنا كريستينا، كانت كونغ فو في التسعينات، راني شافي أول رمضان ديالي صمتو في 92، راني شافي ملي كنت نتبع لا سيري كونغ فو، راني شافي في مود ماي رمضان هذاك العام. خويا منير إلا راك جيت في هاد الفيديو سمحلي على هذاك النهار، هبلتو مسكين كل دقيقة وقتاش نفطرو وقتاش نفطرو. كنا نشوفو راني شافي كاين يوم قبل لا تيلي ونشوفو لا سيري كونغ فو تاع داويد كاراديان. إلا ما تعرفوهاش دخلو على الانترنت حوسو عليها. واش
ولا نجم نشوفو يعني لي فيلم تاع بكري كاراتي كيد مامون جي غاتي لافيون مامون جي انكور غاتي لافيون بزاف 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 لي في سيري كاين لي سيري عرب كاين نبداو من البداية جوارح بواسل كواسل خالد بن الوليد ربيع قرطبة الإمام النسائي القعقاع هاد لي سيري كنا كاع ندوزو بهم رمضان كل عام يديرولنا مسلسل كانوا لي سيري إيجيبسيان كانوا لي سيري سيريان لي سيري مكسيكان لي سيري فينزويليان جوزنا لي زاني 90 و لي زاني 80 هايلين بزاف. واش تاني هضرنا على واش هضرنا على المسلسلات هضرنا على الالعاب هضرنا على الفيلم واش تاني الانترنت كي دخلت شكون يشفى الكانز كانز كنا نتكونيكتاو بالكانز كانز الى جافيين و لي برومي بلوغ لي برومي بلوغ كانوا على سكاي روك الى تشفاو لي برومي سيت دو رونكونتر كان كاراميل الى تشفاو دونك دي بون سوفنير غادي كانوا عندي دونك الى كاين في سانسيتها ما تنساوش خليولي ان كومونتير من تحتها الى عجبتكم هاد لا فيديو سوفونير لي طلعت لي دي سوفونير بزاف شابين تاع الصغر تاع كش جوز لا جوناس ديالنا حنا جيل الثمانينات جيل الذهبي الى نسيت كش ديسا انيمي لي ديسا انيمي مهضرناش عليهم واش كنا نتبعو بكري طومي جيري كنا نتبعو كابتن ماجد كانين دايزر دراغون بول زاد نيكي لارسون سالي برنسس سارة وش ثاني بوكيمون وش ثاني عبقار شكون ما يشفاش على عبقار دونك الى راكم تفكرين هكذا مسلسلات ولا افلام كرتون ولا حصص اللي كنا نتبعوها حنا الجيل الذهبي تاع الثمانينات ما عليكم الا تخليو لي كومونتير ان جيم ما تنساوش تابونيو الى راكو جدد و تصونيو الجرس باش تلحقكم كل فيديو جديده نحطها على الانترنت سلام